طالت كثيرا، وفي مقدمتها بالأمس تم قصف المستشفى الأهلي المعمداني، مما أدى إلى استشهاد المئات من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، أي ما يقارب 500 شهيد. وهذه تعتبر من الجرائم النكراء والبربرية التي استهدفها الاحتلال لهذا المستشفى العريق بتاريخه، وهو أول مستشفى في قطاع غزة الذي أسسته قبل 50 عاما من ظهور ما يسمى بدولة إسرائيل. لقد خلفت هذه الجريمة النكراء البربرية مئات الشهداء والجرحى، وهي مجزرة وجريمة وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ولكل المواثيق والأعراف الدولية. ونحن من هنا نطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال على جريمته البشعة اتجاه مستشفى الأهلي العربي والكوادر الصحية به، وأيضا المواطنين الذين كانوا بهذا متخذين من هذا المستشفى مأوى لهم. إن الوضع الصحي في قطاع غزة بات كارثيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث أن نقص الإمدادات الطبية الأساسية ومنع إدخالها ونفاذ المخزون للمستلزمات الطبية والأدوية والمستهلكات الطبية، إضافة إلى الضغط النفسي والجسدي للكوادر الصحية والطبية والإسعافية التي لم تتوقف للحظة عن تقديم خدماتها رغم الإنهاك ونقص الإمكانيات والأعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى. وهذا أدى إلى اتباع أسلوب المفاضلة في العلاج نتيجة هذا الوضع الكارثي. يوجد يا إخوان الآن مفاضلة ما بين جريحا وجريح، وهذه يعني من إحدى الأمور التي اتخذها على عاتق الكادر الطبي من أجل أعطاء الأولوية لمن نعطي العلاج أولا، وهذه تعتبر أيضا كارثة في القطاع الصحي. أما بما يخص قطع التيار الكهربائي ونفاذ الوقود المخصص للمرافق الصحية والذي أوشك على النفاذ، مما ينذره بكارثة صحية مدمرة. هناك أكثر من 4800 مريض في قطاع غزة، من ضمنهم 1034 مريضا يحتاجون بشكل عاجل إلى غسيل الكلى، وهذه غير متوفرة حاليا. كما أن الهجمات على مرافق الرعاية الصحية الأولية والعاملين فيها تؤدي إلى تفاقم الوضع الصحي وتهديد للبرنامج الوطني للتطعيم بالانهيار. بالنسبة للأمراض غير المعدية، كما تعلمون ثلثاء الفلسطينيين مسنين من الأمراض غير السارية يعانون من الأمراض غير السارية، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكتات الدماغية والسكري والأورام. وبالتالي هناك نقص حاد في الأدوية، أو لا يستطيع المرضى أن يصلوا إلى المراكز الرعاية الصحية الأولية، وبالتالي هذا سينعكس تماما على الوضع الصحي. كما أن هناك مشكلة كبيرة للمشافي من قبل المواطنين نتيجة القصف الدائم، وأيضا نتيجة قصف المستشفيات والمراكز الرعاية الصحية الأولية. أضف إلى ذلك أن هناك تعطيل من سلسلة التوريد للأدوية، وهذه أيضا تفاقم الوضع أكثر. أما فيما يتعلق بالأمراض السارية والحالة الوبائية، فإنه نتيجة انقطاع المياه وعدم توفر أدوات النظافة ومستلزمات العناية الشخصية وعدم موائمة منظومة الصرف الصحي وتدهور أجزاء كبيرة منها نتيجة العدوان الإسرائيلي، إضافة إلى الاكتظاظ في مراكز الإيواء، الأمر الذي يزيد من مخاطر تفشي الأمراض السارية بشكل ينذر بكارثة صحية حقيقية، وهذه قد تؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية والوبائيات. إضافة إلى ذلك، فإن عدم تقديم الخدمات الصحية الأساسية وعلى رأسها كما ذكرت برنامج التطعيم الوطني بسبب قصف المراكز الصحية وصعوبة الوصول إليها وانقطاع التيار الكهربائي الذي يهدد بفساد المطاعيم وظهور أمراض كنا قد استأصلناها وتخلصنا منها منذ عشرات السنوات، قد يؤدي إلى تفاقم الأمراض وعودتها إلى أطفالنا مثل بزوغ من جديد، مرض شلل الأطفال والحصبة على سبيل المثال.
في ظل هذه الظروف الكارثية والانتهاكات الصارخة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وخرقه لكافة القوانين والمواثيق الدولية الضامنة لحقوق الإنسان والكوادر الصحية، فإنني أجدد المناشدة العاجلة لكافة المنظمات الأممية ومنظمات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للوقوف عند مسؤولياتهم لوقف العدوان الغاشم على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، والعمل على فتح ممر آمن لإدخال المساعدة الطبية بشكل فوري وعاجل، إضافة بأنه هناك حالة عاجلة من أجل العمل مع إدارة مستشفى المعمداني من أجل أولا يعني الجرحى، كيفية التعامل مع الجرحى والجثامين. هذا الصباح أنا اتصلت وبالأمس اتصلت بمديرة المستشفى والمدير الطبي للمستشفى وأخبروني عن الوضع الكارثي الذي يتعرض له هذا المستشفى أو الذي تعرض له جراء هذا القصف، وبالتالي هذا المستشفى يحتاج إلى الدعم الكامل لأنه قدم خدماته منذ قرن ونصف ويحتاج الآن إلى تكميل استكمال خدماته بعد هذا القصف الشنيع والمريب والمعيب، من أجل استكمال خدماته للطبقات الفقيرة الذي يعمل بها من خلال رؤيته كمستشفى معمداني. الرحمة للشهداء الأكرم منا جميعا والشفاء العاجل للجرحى. أترككم مع أبونا فادي. تفضل أبونا فادي. شكرا. الذي أنت إيش نعم بريس بدون تخليك معاجل. تفضل. أشكر جميع وسائل الإعلام الحاضرة وألف شكر لمعالي وزيرة الصحة الدكتورة مي كيلي ولطاقم الوزارة ولجميع الأجهزة الطبية والطواقم الطبية التي تعمل في الميدان. المستشفى الإنجيلي الأهلي العربي هو مؤسسة تتبع للكنيسة الأسقفية في القدس والشرق الأوسط، يرأسها رئيس أساقفة الكنيسة المطران حسام نعوم. هو مستشفى يخدم أبناءنا في قطاع غزة منذ ما يزيد على قرن من الزمن، وهو منارة للعناية والمحبة والشهادة الحية في كل الظروف. تعرض المستشفى يوم أمس لهجوم بربري، وما زلنا اليوم نحن في حالة صدمة من هول ما جرى. لم يستطع عقلنا البشري أن يقبل فرضية أن تتعرض المؤسسات الطبية في وقت الحرب إلى هجمات بربرية تؤدي إلى قتل وسفك دم الأبرياء، ولا سيما المرضى والأطباء والمعالجين والعائلات التي احتمت وتهجرت في كنف المؤسسات الطبية ومنها المستشفى الأهلي العربي المعروف بالمستشفى المعمداني في غزة. نحن ككنيسة مسؤولون عن هذا الصرح الطبي، ندين بأشد العبارات استهداف كل المنشآت الطبية والطواقم الطبية، ونعتبرها مخالفة إنسانية، هي جريمة في حق الإنسانية كلها، ونحمل المسؤولين الجهة المحتلة بصفتها المسؤولة عن حماية المدنيين على ما جرى في قطاع غزة وما يجري وما جرى بالأخص في المستشفى الأهلي العربي في غزة. نتابع مع رئاسة الكنيسة في القدس ومع كافة رؤساء الكنائس في المدينة المقدسة ومع رؤساء الكنائس في العالم الأنجليكاني والعالم، ونتابع مع الهيئات الدولية والمؤسسات الإقليمية والحقوقية طبيعة ما جرى وسبل الرد
على ما جرى ونطالب بمحاسبة المسؤولين. لا بد من محاسبة المسؤولين وأعوانهم ومن يؤيدهم ومن يمدهم ويدعمهم في هذه الجريمة في قطاع غزة. هذه فرصة لنا جميعا ككنيسة وباسم رئيس الأساقفة أن ندعو العالم إلى الضغط على قوة الاحتلال للجمها في عدوانها على أهلنا في قطاع غزة. وجميعنا يعرف قطاع غزة بعد 16 عاما من الحصار، إن مقتل أكثر من 1000 طفل و400 امرأة أمر لا يقبله عقل بشري ولا ضمير إنساني. اليوم من هذا الموقف برفقة معالي الوزيرة وطاقم الوزارة ندعو العالم وقادة العالم وحكام العالم للجم الهجمة الإسرائيلية الشرسة على أهلنا في قطاع غزة. نشكر جميع الإخوة الذين تواصلوا معنا، نشكر كل الذين اهتموا بما يجري ويدعمون خدمة الكنيسة ومؤسساتها الطبية في قطاع غزة. نسأل الجميع الوقوف إلى جانب الضحية، إلى جانب شعبنا الذي ما زال يعاني من هولات الاستعمار المستمر لما يزيد عن 75 عاما. الكنيسة اليوم أعلنت حدادا عاما في كل مؤسساتها ورعاياها في الشرق الأوسط، ودعت مجتمعنا الفلسطيني والعالم أجمع للوقوف معها في هذه الأزمة التي تمر فيها. نقف مع شعبنا، مع أطفالنا ونسائنا، مع المهجرين والمتألمين والمعذبين، ونطالب العالم في هذه الحرب الشرسة. ما يهمنا اليوم هو حماية الحياة، ما يهمنا اليوم هو عدم تكرار هذه المجازر، ما يهمنا اليوم أن نحمي الإنسان وأن نحترم حقوق وحرية كل إنسان. يعطيك ألف عافية. شكرا. طيب يعني بالظروف العادية بالظروف العادية يجب أن تحترم هذه حسب القوانين الدولية، لكن إسرائيل لم تحترم ذلك، فعلى المجتمع الدولي أن يلجمها حقيقة عن هذا القصف المستمر. إحنا اليوم 12 للحرب ولم نجد هناك حركة سواء كان على صعيد الأمم المتحدة أو على صعيد المجتمع الدولي حركة بالمستوى المطلوب. فبالتالي علينا أن نبقى نضغط من أجل إيقاف لجم إسرائيل بالضغط من هذه الدول ومن الأمم المتحدة على إسرائيل. يعني دكتورة، بموضوع الاستهداف والاتصال مع المستشفيات، إسرائيل تنكر إنها قصفت المستشفى، وكان في وقت سابق كثير من مدراء المستشفيات تحدثوا إنه كان في اتصالات من الاحتلال بإخلاء المستشفيات. إيش رأيك فضلك؟ أكيد إسرائيل اللي قصفت المستشفى المعمداني، خاصة أنا سمعت اليوم الصبح تقرير إنه متصلين مع مدير المستشفى سابقا وقال له إحنا قصفناكم بصاروخين، فهذا كانوا إنذار. ف
فبالتالي إسرائيل لن تستطيع أن تبرئ نفسها من ذلك، لأن هذا واضحا لأي واحد، للطفل اللي ماشي بالشارع. فإسرائيل لا تستطيع أن، وإحنا عتبنا على المسؤولين الكبار اللي على مستوى عالمي للأسف اللي بتاخذوا من قول إسرائيل إنه ممكن يكون حقيقة. يعني واضح للعيان تماما مين اللي عنده F-16، مين اللي عنده F-16، ومين عنده هاي الصواريخ. ولا واحد ممكن من أبناء جلدتنا، من أبناء شعبنا، إنه يعمل يقذف أي 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 مزبلة، مش أي مستشفى، أي مزبلة في الشارع. فهذا الحكي عار عن الصحة. إسرائيل تحاول أن تبرر ذاتها، لكن الأخطاء والجرائم الحرب تلبسها من 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 رأسها لإجريها. ومن هنا يجب التحرك من المجتمع الدولي على جرائم الحرب. إسرائيل يجب أن تذهب مباشرة إلى المحكمة الجنائية الدولية، يجب أن تذهب مباشرة إذا في ضمير إنساني. السؤال لهذول الفادي، بدي أسأل، إذا كنا نتحدث عن قصف، طال المستشفى المعمداني وكمان طال الكنيسة القديس فيليبس، نتحدث عن دور الكنائس فعليا في الشرق الأوسط وفي العالم، خصوصا بأنه تواجد الكنيسة الإنجيلية كمان لها دور كبير في العالم. هل هناك تحرك من قبلكم حاليا لرفع قضايا ومحاسبة إسرائيل؟ الحقيقة في كلنا بنعرف دور الكنيسة بشكل عام في الدفاع عن قضيتنا العادلة، ولا سيما في المحافل الدولية، ولا سيما في التواصل مع المجتمع الغربي. الكنيسة في تواصل مستمر مع كل الجهات، مش اليوم ومبارح، من 75 عام تتواصل وتدافع عن القضية الفلسطينية العادلة. تواصلت الكنيسة قبل يومين عندما تم ضرب قصف المستشفى وتدمير غرفة الأشعة فيه. تم التواصل على أعلى المستويات مع رئيس أساقفة الكنيسة الأنجليكانية في بريطانيا، رئيس الأساقفة جاستن ويلبي. ورئيس الأساقفة أصدر بيان طالب فيه الحكومة الإسرائيلية بالعدول عن تفريغ المستشفيات لاستحالة هذا الأمر، وطالب باحترام وحماية المستشفيات والمرافق الطبية والطواقم الطبية. هذا الأمر تم قبل يومين. على الرغم من ذلك، نأسف لنرى أن إسرائيل لا تهتم لا بالأصوات التي تسمعها ولا بالمناشدات، وإنما تهتم باستمرار هذه الحرب وقتل المزيد من أبناء شعبنا. رسالتنا ورسالة الكنيسة في فلسطين وفي العالم أنه يجب على هذه الحرب أن تقف، يجب أن يكون هناك مسار للسلام، ويجب أن يجب إنهاء هذا الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية ومنح الشعب الفلسطيني الحقوق التي يجب أن يحصل عليها حسب القانون الدولي. شكراً. تفضل أبو. بس فيك تأكدي لي هاي المعلومة إن الاحتلال اتصل لمدير مستشفى.